السلام عليكم. انتهت حلقتنا السابقة في الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وزعماء قريش من مكة، وكيف رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نزلت فيهم الآيات. إن شاء الله تعالى حتكون دي الحلقة الثامنة من السيرة النبوية. بسم الله نبدأ. ذكر أن جماعة من قريش قدموا إلى مكة بعد زيارة لأحبار اليهود في الشام، وقالوا لهم: يا معشر قريش، إنا قد أخبرنا خبرا من يهود الشام، فلنسأل عنه محمد، فإن أجابنا عليه فهو نبي فصدقوه، وإن لم يجبكم فهو يتقول عليكم، ففعلوا فيه أمركم. فأرسلوا خبرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءهم وجلس إليهم، فقالوا له: يا محمد، أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول كانت لهم قصة عجبة، وأخبرنا عن ذلك الرجل الذي كان طوافا بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وأخبرنا عن الروح ما هي نريد أن نعرفها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخبركم عنها غدا، ولم يستثني، أي لم يقول إن شاء الله، وانصرف عنهم. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يأتيه جبريل ولا ينزل عليه الوحي، حتى أرجف في مكة وصرح فيها أن محمدا قد وعدنا غدا، وله 15 ليلة لم يظهر علينا. فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وأحزنه، حتى أتاه جبريل بعد 15 يوم وأنزل عليه سورة الكهف. فتأتي الآيات بصورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم يذكر الله عز وجل قصة أصحاب الكهف، قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. ثم يذكر الله عز وجل ذي القرنين، قال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. وأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وذكر مرة أن أبا سفيان وأبو جهل والأخنس بن شريق ذهبوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وهو يتلو القرآن ويصلي به، فجلسوا يستمعون إليه، وكل أحد منهم لا يعلم عن صاحبه حتى طلع عليهم الصباح. فرأى بعضهم بعضا في الصباح، فأخذوا يتلاوموا فيما بينهم، فقالوا: لا تعودن لمثله أبدا، فوالله لو رآكم سفهاء مكة لقالوا فيكم قولا ولاتبعوا محمدا. فعقدوا العزم ألا يرجعوا مرة أخرى. وفي اليوم التالي أتوا جميعا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا مجالسهم، وصاروا يستمعون إلى القرآن حتى طلعت عليهم الشمس. ذهب الأخنس بن شريق إلى أبو جهل ودخل عليه البيت، ثم قال له: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من قول محمد؟ قال له: والله ما كان ليذر الكذب على الناس وهو شاب، ليكذب على الله وهو شيبة، لكن تنازعنا نحن وبنو مناف على الشرف، أطعموا فأطعمنا، حملوا فحملنا، سقوا فسقينا، حتى إذا تجاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى يكون لنا ذلك؟ والله لا أؤمن به ولا أصدقه أبدا. أصدرت قريش أمرها وقرارها، وتزعمه أبو جهل، وقالوا: لنعذبن كل من آمن بمحمد، وكل قبيلة تعذب من دونها من أبنائها. فكان الويل والعذاب والتنكيل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، كلهم أصابهم العذاب. فكان ممن عذب من الصحابة بلال بن رباح، وكان يتزعم تعذيبه سيده أمية بن خلف، فكان يأخذه على الصحراء في الرمضاء خالعا ثيابه، ويضع عليه الحجر فوق صدره وهو يردد: أحد 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 أحد، حتى مر عليه أبو بكر الصديق وقال له: يا أمية، إلى متى؟ اتق الله، أتريد أن تقتله؟ قال له: والله ما أفسده إلا أنت، فأنقذه إن كنت تستطيع. فقال له أبو بكر الصديق: نعم أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأشد، وهو على دينك، فأبدلنيه وأعطني بلالا. قال له: نعم. فأخذ بلالا واعتقه لوجه الله تعالى. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على أم عبيس كانت قد عذبت حتى فقدت بصرها، فقالت قريش: أعمتها اللات والعزى. فقالت أم عبيس: كذبوا والله، والله ما تنفع ولا تضر ورب البيت. فرد الله عليها بصرها، فاشتراها أبو بكر الصديق ثم أعتقها.
ومر أبو بكر الصديق على امرأة يقال لها النهدية ومعها بنتيها كانتا تعذبان عند سيدتهما امرأة من بني عبد الدار، وسمعها أبو بكر الصديق تقول والله لا أعتقكما أبدا. فقالها أبو بكر حل يا أم فلان، قالت حل، أنت الذي أفسدتهم فاعتقهم إذن. قال لها فبكم؟ قالت له بكذا وبكذا. قال قد أخذتهما وهما حرتان. فاعتقهما أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وممن أعتقهم أيضا من الصحابة جارية بني مؤمل الذي كان قد تطوع عمر بن الخطاب وهو على الكفر يومئذ على تعذيبها والمشقة عليها، فكان يأتيها كل يوم فيعذبها حتى يكل ويمل، ثم يعتذر إليها ويقول لها والله ما تركتك إلا مللا وإني أعتذر إليك. فقالت له بل الله هو الذي صنع فيك هذا. فسمع عنها أبو بكر الصديق فاشتراها ثم اعتقها لوجه الله. عاتب أبو قحافة والد أبو بكر الصديق ابنه وقال له يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعفاء، فلو أنك فعلت ما فعلت فأعتق رجالا جلدا يمنعونك ويحمونك. فقال له يا أبتي إنما أريد الله عز وجل. فأنزل الله فيه الآيات فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إلى قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وكان ممن عذب أيضا من بني مخزوم عمار بن ياسر وأبوه وأمه، فكانوا يخرجوهم في الرمضاء مكة في الظهيرة فيعذبونهم أشد العذاب، فيمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبوا فيقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كان الذي يشرف على تعذيب أسرة عمار بن ياسر أبو جهل لعنه الله، وفي يوم من الأيام غضب غضبا شديدا وأتى إلى أم عمار سمية بنت الخياط وأخذ يضربها ويعذبها ويقول لها والله لا أتركك حتى تسبين محمدا وتخرجين عن دينه. فأبت عليه وشتمته فأخذ يضربها ويضربها حتى أخذ رمحا فطعنها به في فرجها فماتت رضي الله عنها. أول شهيدة في الإسلام سمية بنت الخياط أم عمار بن ياسر. حينها ذهب أبو جهل إلى ياسر والد عمار وقال له والله لا أتركك حتى تخرج عن دينك وتسب محمدا، فصار يضربه ويضربه ويأبى عليه ياسر ويضربه ويضربه، فلم يحتمل أبو جهل فأخذ رمحا فطعنه بها فقتل ياسر والد عمار، فاستشهد والديه أمام ابنهما عمار رضي الله عنه. أتى أبو جهل إلى عمار وقال له قد رأيت ما صنعت، والله إن لم تخرج عن دينك وتسب محمدا لا أقتلنك. فصار يضربه ويضربه ويضربه فما احتمل عمار، فسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له والله ما أتركك حتى تقول هذا الجعل، حشر الخنفسانة، حتى تقول هذا الجعل ربي. فقال عمار هذا الجعل ربي، حينها تركه أبو جهل. فذهب عمار بن ياسر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزنا أسفا باكيا يقول له والله يا رسول الله ما تركوني حتى قتلوا أبوي أمام عيني ثم أمروني أن أقول فيك ما أقول. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمار إن عادوا فعد، يعني لو كرروها أنت كمان كرر. فأنزل الله عز وجل فيه قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم. أما أشد من عذب من الصحابة فهو خباب بن الأرد، وكان غلاما عند أم أنمار يعمل في الحدادة وصناعة السيوف، فلما بلغها خبر إسلام خباب غضبت غضبا شديدا وأرسلت أخاها سباع بن عبد العزة ليستطلع الخبر. فورا تحرك سباع وذهب معه جماعة من خزاعة فدخلوا على خباب وكان منهمكا في عمله، فقال له سباع يا خباب قد سمعنا فيك نبأ لم نصدقه ونريد أن نتثبت. فقال له وما ذاك؟ قالوا سمعنا أنك قد صبأت واتبعت غلام بني هاشم. فقال لهم خباب في هدوء تام ما صبأت أبدا، ولكن آمنت بالله وحده لا شريك له ونبذت أصنامكم وشهدت أن محمدا عبد الله ورسوله. فما كادوا يسمعون ما يقول خباب حتى انهالوا عليه بالضرب والركل ويرمونه بما يصل إليهم من حديد ومطاريق حتى هوى على الأرض مغشيا عليه ودماؤه تنزف منه.
وفي اليوم التالي جاء بحجارة وأوقدت فيها النار حتى احمرت، ثم جاء بخباب ونزع الثياب وطرح فيها على ظهره، فما انطفأت إلا على ظهر خباب، يعني عمل سلات. فأتى خباب إلى النبي وهو متوسد في بردته في ظل الكعبة، فقال له: يا رسول الله، آذتنا قريش، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فجلس النبي ووجهه محمر، فقال له: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه وعصبه ما يرده عن دينه من شيء، ويؤتى بالمنشار على مفرق رأسه فيشق اثنين ما يرده عن دينه. والله يا خباب، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وقال خباب بعد أن اكتوي 7 مرات بالنار: والله لولا أن رسول الله نهانا ألا ندعو على أنفسنا بالموت لدعوت على نفسي من شدة ما لقي من الأذى والعذاب في مكة. وبعد أن اشتد العذاب على المسلمين، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، وقال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. كيف كانت هجرة المسلمين إلى أرض الحبشة؟ وما هي ردة فعل قريش بعد أن علمت بهجرتهم؟ وكيف استقبل أصحم بن أبجر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أرضه؟ حديثنا القادم إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا ربي صل على النبي محمد، ما شج جرح في سبيلك وانبرى، صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى، أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى.